جماهير العربية تفضل اخوات. قبل بس ما اختم واسيبكم لمحمد سعيد، انا عايز قبل يوم الجمعة، قبل ما نتوج، او يعني اللي ربنا عايزه ان شاء الله نتوج، لكن لازم نشكر كل الناس تحديدا اللي وصلوا النادي الاهلي لقمة افريقيا السنة دي تحديدا. اقول لكم ليه، يعني انا اشكر مجلس ادارة النادي الاهلي اللي اتحمل كتير جدا 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 عشان النادي الاهلي وعشان اسم النادي الاهلي حتى لو كان على اسمائهم الشخصية، عشان يوصل بالفريق للتتويج الافريقي ان شاء الله. بشكر مستر باتريس كالترون اللي عانى كتير جدا بسبب النقص العددي والنجوم الكبيره جدا اللي ثابت الفريق، زي عبد الله السعيد اللي احنا كلنا كنا بنقول ملوش بديل، وعبد الله السعيد لعيب كبير جدا، لكن مستر باتريس كالترون عمل فرقه واداهم الثقه واللعيبه كلها كانت على مستوى المسؤوليه عشان نوصل للنهائي الافريقي. كلام حق لازم يتقال، لازم اشكر اللعيبه كلها اللي كنا متزيلين المجموعة بتاعتنا، ودلوقتي بعد بكرة إن شاء الله في الماتش الأخير أو الشوط الأخير في النهائي الأفريقي إن شاء الله نتوج بيه. لازم أشكر جماهيرنا العظيمة جدا 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 اللي دايما حمى وسند، زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، أنتوا حمى وسند النادي، أوعوا أي حد يحط في دماغكم ذرة شك إن عندنا إدارة قوية جدا 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 جدا، وعندنا لعيبة على مستوى المسؤولية، وعندنا جهاز فني على مستوى المسؤولية. إن شاء الله بإذن الله نتوج بهذه الكأس الغالية جدا، ونفرح كلنا للصبح ان شاء الله. اسيبكم مع محمد سعيد بعد هذا الفاصل اللي هنشوف فيه تقرير عن بطولة 2008 والنجمة رقم 6، وان شاء الله نشوف النجمة رقم 9. شرفتوني ونورتوني، ومع الف سلامة.